الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايبي، عاملين إيه يا سنة أولى؟ النهاردة إن شاء الله بإذن الله في مادة الرياضيات هناخد درس جديد، الدرس بعنوان يا أولاد الأشكال الهندسية. الأشكال الإيه؟ الهندسية. هو إيه يا مس الأشكال الهندسية دي؟ الأشكال الهندسية دي يا أولاد عبارة عن إيه بقى؟ تعالى كده نتعرف مع بعض على الأشكال الهندسية دي. أول حاجة عندي في الأشكال الهندسية عندي حاجة اسمها الدائرة، الإيه؟ الدائرة، الدائرة. تعالى شوف معايا كمان، معايا إيه؟ معايا يا أولاد شكل كمان من الأشكال الهندسية اسمه المربع، المربع. ها، ومعايا إيه كمان يا مس؟ معايا يا أولاد المثلث، الإيه؟ المثلث. ومعايا ايه كمان يا مس؟ معايا يا اولاد المستطيل. يبقى انا بتكلم عن الاشكال الهندسيه اللي هي مثلث ومربع ودائره وايه ومستطيل. تعالوا ناخد اول حاجه من الاشكال الهندسيه. اول حاجه هاخدها في الاشكال الهندسيه هاخد ايه يا اولاد؟ هاخد حاجه اسمها الايه؟ المربع. الايه؟ المربع. اولا المربع زي ما انت شايف قدامك اهو. طب ايه هو المربع دي يا اولاد؟ المربع يا اولاد يتكون من اربع اضلاع متساويه في الطول واربع رؤوس. اربع اضلاع متساويه في الطول واربع رؤوس. تعال شوف معايا كده ازاي بنكون المربع مع بعض. كده هو ديت يا اولاد اسمها ضلع، اللي طلع قدامك دوت على الشاشه دلوقتي اسمه ضلع. اسمه ايه؟ اسمه ضلع. طيب هو بيتكون اربع اضلاع، يعني انا عايز اربع اضلاع زي الضلع اللي طلع قدامي ده هو، بس بشرط يا مس. هو ايه الشرط؟ ان يكون الاضلاع كلها قد بعضها يا اولاد، يعني اربع اضلاع متساويه في الايه؟ في الطول. زي ما انت شايف اهو ادي ضلع. يلا مع بعض نعد، اثنين ثلاثه اربع اضلاع، كده اربع اضلاع. لو انت جبت مسطره وقست معايا الاضلاع دهيت هتلاقي ان الضلع اللي فوق قد الضلع اللي تحت قد الضلع اللي في الجانب الايمن قد الضلع اللي في الجانب الايسر، كل الاضلاع ديت متساويه في الطول، متساويه في الايه؟ في الطول. واربع رؤوس. تعالى شوف كده شكل الراس زي ما انا هحدد لك بالظبط اهو. شفت النقطه السوداء اللي ظهرت دي؟ ادي الراس يا اولاد. كل ضلعين مع بعض يا مس بيدوني راس. بيدوني ايه؟ بيدوني راس. اربع اضلاع واربع رؤوس. طيب تاني حاجه يا اولاد معايا من الاشكال الهندسيه، معايا حاجه اسمها المستطيل. معايا ايه؟ المستطيل. ايه المستطيل دوت يا مس؟ المستطيل هو كمان يا اولاد بيتكون من اربع اضلاع واربع رؤوس، بس في حاجه مختلفه عن المربع شويه. في المربع يا اولاد كل الاضلاع متساويه في الطول، لكن في المستطيل كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول. تعالى شوف معايا كده شكل المستطيل بكونه ازاي. اهو ظهرت قدامك ضلع، وكمان ظهر قدامك ضلع كمان اهو. شايف الضلع اللي فوق؟ هو تقريبا نفس الضلع اللي تحت بالظبط. الضلع اللي فوق بيساوي نفس الضلع الايه اللي تحت في الطول، هما الاثنين متساويين في الطول. عندي كده كام ضلع؟ كده ضلعين، ادي ثلاث. ها ادي كام ضلع كمان؟ ادي كمان ضلع. يبقى كده معايا اربع اضلاع، وانا محدده لك اهو ان كل ضلعين متقابلين متساويين، يعني الضلع اللي فوق قد الضلع اللي تحت، الضلع اللي في الجانب الايمن قد الضلع اللي في الجانب الايه؟ الايسر. كمان عنده اربع رؤوس يا اولاد زي ما انا هحدد لك بالظبط. هي النقطه السوداء دي كده علمت لي على الراس. هو بقى عنده اربع رؤوس، ابدا عد كل ضلعين مع بعض بيدوني ايه؟ بيدوني راس. طيب معايا كمان ايه يا اولاد من الاشكال الهندسيه؟ معايا يا اولاد حاجه جميله قوي اسمها المثلث. اسمها ايه؟ المثلث. كلمة مثلث يعني تلاتة، يعني بيديني تلاتة. تعالى شوف كده المثلث بيتكون من ايه؟ بيتكون المثلث من ثلاث أضلاع وثلاث رؤوس، ثلاث أضلاع وثلاث رؤوس. تعالى شوف كده ازاي بنكون المثلث يا أولاد. أهو أدي قدامك، أدي ظهر ضلع دلوقتي يا أولاد اسمه ايه؟ اسمه ضلع يا مس. وأدي كمان ضلع، كده كام ضلع؟ اتنين. وضلع تالت يا اولاد هيقفل عليهم المثلث اهو، دوت كده اسمه ايه؟ مثلث. كده معايا تلات رؤوس، معايا تلات اضلاع، ومعايا تلات رؤوس، اداني حاجه اسمها المثلث من الاشكال الهندسيه. اهي وادي الراس اهي، شفت الراس بتتكون فين؟ اهي دي راس. كل ضلعين برضو مع بعض يا اولاد بيدوني ايه؟ بيدوني راس. كل ضلعين مع بعض بحطهم كده جنب بعض بيدوني ايه؟ بيدوني راس. يفضل معايا حاجه كمان جميله قوي يا اولاد اسمها ايه؟ الدائرة. الدائرة من الأشكال الهندسية برضو هي كمان، بس الدائرة جميلة قوي. الدائرة من الأشكال الهندسية ليس لها أضلاع وليس لها رؤوس، ولا لها أضلاع ولا لها رؤوس. شفت الدائرة شكلها عامل ازاي؟ ادي الدائرة هي قدامك زي ما انت شفت. هو دلوقتي يا اولاد النهاردة درسنا بيتكلم عن الأشكال الهندسية مربع ومثلث ودائرة ومستطيل. هو دوت الأشكال الهندسية، وهو دوت الدرس بتاع النهاردة. مع السلامة يا سنة أولى، وأشوفكم في درس جديد إن شاء الله في مادة الرياضيات.